السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع نقدر من خلاله ان احنا نعمل فيديو انيميشن بسيط. الموقع اسمه انيميتو. هقول له كرييت، هيبدأ يوريني تمبليت ابدأ منه. كل واحدة من دول بيبقى فيها نوع من الحركة وصورة وكلام بيتحط. وليكن مثلا دوت، تمام. اخترنا التمبليت، تبدأ تختار بقى الصورة مثلا المعينة، تقدر تختار الكلام اللي هيتكتب، تمام. ممكن مثلا دوت تقدر تعمل ابلود لأي صورة انت عايزها او اي مشروع انت عايزه، تمام. اهوت تقدر تيجي هنا تختار الكلام اهوت، وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، وتقدر تغير في السايز التايتل والسبتايتل، تقدر تختار اللون اللي انت عايزه، تقدر تسجل صوت زي ما انت عايز، تقدر تختار في الوقت وتنقص الوقت، وتقدر تغير الخلفية نفسها، تقدر تعمل ابلود لاي صورة انت عايزها، وتقدر تقول له انا عايز صوت او مش عايز صوت بالشكل ده. تقدر تتحكم في كل حاجة، وبعد كده تقول له بريفيو، فبيعمل كرييت للفيديو، وبعد كده تقدر تحمله او تشيره مع اصدقائك. بالشكل دوت. طبعا دي الفيلمات الباقية تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز.